هنكمل الطرف ايه؟ كان عندك يوكي دي يسوي ايه؟ هتكمل ده التفاضل راح بقى يوكي ناقص في تكامل دي يوكي. لازم انا بقى ايه؟ بدل التكامل بقى مش عارف احسبه. فاقسمه تحس ايه؟ تحس انه يطلع ده هو بسبب التكامل. يبقى لازم يكون التكامل ده اسهل من التكامل ده. ايه ده بقى التكامل مالوش ايه؟ زي مثلا تكامل ايه؟ تي اس اكس واي اكس تي اس. فانت هنا عندك طريقتين. يعني انت تاخد اي اس اكس يو وكوزاين اكس تي اكس دي في. يعني ناخد اي اكس دي مين ده؟ هناخد دي اي اس هنسمي اي اس اكس اسميها يو. وكوزاين اكس دي اكس اسميها دي في. انت ما حطيتش على الصوره. خلاص؟ وامشي بالقاعده دي بقى. يعني نقدر نعمل كده يو سمي اي اس اكس دي في هنسمي كوزاين اكس دي اكس. يبقى الديو هنا عباره عن ايه؟ الديو هيساوي اي اس اكس دي اكس. والدي هيساوي ناقص هيساوي ساين اكس. المقدار ساين هنا كوزاين. خلاص كده بنطبق القاعده بقى. يبقى اذا التكامل اي اس اكس كوزاين اكس دي اكس هيساوي ايه؟ هيساوي يو في دي هو اي اس اكس ساين اكس ناقص تكامل ساين اكس دي يو. يبقى ساين اكس اي اس اكس ساين اكس دي اكس. مش احنا بنكتب بالفي الاول يا دكتور؟ مش شرط. ما يبقى لو اصلا طبق في الضغط التلاتين. خلاص كده كريم. احنا بقى هنطبق مره ثانيه. تعالى نطبق. نطبق ده مره ثانيه. يو يبقى يو سي اكس. ودي في يبقى ساين اكس دي اكس. نفضل بقى يبقى يو هنساوي اي اس اكس دي اكس والبي هنساوي ماينس كوزاين اكس. فالمفروض الكوزاين دي ناقص ساين ناقص ناقص دي زائد. نطبق بقى. تعالى نسمي ده نسمي ده كده اي. يبقى اي هنساوي ايه بقى؟ هنساوي دي يو ناقص كوزاين اكس ناقص اي اس اكس كوزاين اكس ناقص ناقص يبقى زائد تكامل اي اس اكس كوزاين اكس. خلاص كده يبقى اذا ايه؟ يبقى التكامل الاساسي ده بقى التكامل بتاعنا راح نعوض بقى في التكامل ده راح مجاله ده. يبقى تكامل اي اس اكس كوزاين اكس دي اكس هيساوي اي اس اكس ساين اكس ناقص ناقص زائد اي اس اكس كوزاين اكس ناقص تكامل اي اس اكس كوزاين اكس دي اكس. هعمل ده على مفهومي. يبقى تكامل اي اس اكس كوزاين اكس يبقى تكامل اي اس اكس كوزاين اكس يبقى 2 تكامل اي اس اكس كوزاين اكس دي اكس هنساوي اي اس اكس مشترك ساين اكس زائد كوزاين اكس. وبالتالي بقى ايه؟ يبقى التكامل بتاعنا اللي احنا عايزينه اقسم على 2 هنساوي نص اي اس اكس ساين اكس يبقى كوزاين اكس. انت مش فاهم؟ يا دكتور حضرتك في القاعده الثالثه كاتب ناقص في في دي في تكامل الديو. طب هنا بطبقها ازاي في النسبه؟ طبعاً كده بقى طبعاً هو السد ده قبل الدي اي قبل الدي يو ودي دي في. تمام ماشي خلاص كده ضربتهم في بعض وبعدين حسبت بقى التفاضلات التكاملات بتاعتنا وطبقنا القاعده. ايه بقى المشكله؟ اللي هي الفي في التكامل الدي يو هي موجوده فين؟ موجوده يعني ده كده ناقص